مرحبا بكم أصدقائي في سبوت أون المشاهير. نشر الصحفي المسمى بالولد النمام صورة لهاندا وكرم وعلق عليها: حسب ما سمعت إن مسلسل أنت اطرق بابي سيختتم الموسم بحلقة هذا الأسبوع وسيعرض على الشاشة في موسم الصيف القادم. وأكد هذا الكلام شركة إنتاج المسلسل التي نشرت صورة لهاندا وكرم من كواليس الحلقة السابقة وعلقوا عليها وكتبوا: كان من المقرر نهاية الموسم قبل عيد الفطر، لكن لأسباب صحية ستكون في الحلقة 39. ستستمر حلقات مسلسل أنت أطرق بابي من أين توقفت في شهر يونيو. ابقوا في المتابعة، مع حبي. هذا يعني أن حلقة يوم السبت المقبل من مسلسل أنت أطرق بابي ستكون الحلقة الأخيرة للموسم الأول، وسيبدأ الموسم الثاني في الصيف، أي في شهر السادس أو بداية السابع. وكذلك أكد الخبر الصحفي طوكيو وكتب: كان قرار إنهاء مسلسل أنت أطرق بابي مناسباً للغاية، في الصيف فصول جديدة مكتوبة بشكل جميل، وسيتجاوز المسلسل 50 حلقة ويأخذ مكانه الصحيح في تاريخ المسلسلات الكوميدية الرومانسية الأكثر مشاهدة. أهنئ أولئك الذين اتخذوا هذا القرار. ويقصد طوكيو بكلمة أكثر من 50 حلقة أي إجمالي عدد حلقات المسلسل ليس فقط الجزء الثاني، يعني من الممكن أن يستمر الجزء الثاني للمسلسل بأكثر من 15 حلقة وحسب نسبة الريتينج. وأكمل الصحفي طوكيو كتابته ورد على بعض المتابعين الذين لم يعجبهم القرار وكتب: علاوة على ذلك، بحلول ذلك الوقت سيكون التطعيم متقدما جدا، يقصد على لقاح كورونا. الفريق سوف يرتاح، إنه أمر سهل أثناء المشاهدة، لكن ضغوط كوفيد-19 في موقع التصوير مزعجة للغاية يا أصدقاء. ورد على بعض المتابعين الذين كتبوا إنهم لن يعودوا بموسم ثاني وستتغير الظروف، رد عليهم الصحفي طوكيو كاتباً: قال بعض الأصدقاء إنهم لم يعودوا، لكنني لا أرى مثل هذا الاحتمال بسبب المبيعات الخارجية الجيدة للغاية. أي أنه يقصد مبيعات المسلسل ممتازة وله شهرة عالمية ونجاح رائع، فمن المؤكد عودته لاستكمال نجاحه. ما رأيكم بهذا الخبر؟ هل أنتم مع أم ضد؟ شاركوني آراءكم يا أصدقائي في التعليقات.